وموضوع فقرتنا الثانية جدا مهمة يا رشا، بيحكي عن الثقة بالنفس. اليوم يمكن شهرة صغيرة تفصل بين الثقة بالنفس والغرور يلي الفرق بيناتهم كتير كبيرة وعواقبهم كمان بتفرق عن بعضها. الثقة بالنفس لما بيكون الشخص واثق بنفسه معناتها هو حدا سوي نفسيا وعقليا وجسديا كمان، وبيكون ناجح وبعيد عن انه ينطر الاشخاص الثانيين يدقق على فشلهم وعلى أخطائهم ويكسر منهم لحتى يثبت لحاله ويثبت لذاته أنه أنا موجود. شو رأيك؟ أنا رأيي؟ رأيك دائماً بنقول واثق الخطوة يمشي ملكاً. وانت قلتي يا عفاف نقطة جدا مهمة، انه انا اليوم وقت اللي بيكون عندي ثقة بنفسي انا قادرة احقق اهداف كثير بحياتي. طيب هي الثقة اليوم من وين اجت؟ اكيد كان في اهل هنن زرعوها بطفلهم، هنن علموه شلون يثق بامكانياته ويثق بطاقاته بمهاراته، شلون يفكر اليوم خارج الصندوق المتاح امامه. هي الثقة بتكبر معه وبتعطي نتائج ايجابية، والعكس اكيد صحيح. وقت اللي بيكون عندي انا طفل مهزوز داخليا عاطفيا، فانا اليوم عم اقدم لل خلينا نقول للمستقبل طفل عالي بده يكون وليس ايجابي على المجتمع، طفل خايف ياخذ قرار، طفل خايف ينفذ، خايف يطلع من البيت احيانا. يعني رح نحكي عن هذا الموضوع، كيف قادرين نحن نعزز الثقه بانفسنا نحن ككبار بهذا الاعمار، وايضا اطفالنا اليوم كيف رح ينشأوا على ثقه رح تمد معهم بقيه عمرهم. معلومات جدا مهمه حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الاستشاريه الاسريه سيدة نبال قشلان. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. كيفك؟ صباح الخير واهلا وسهلا فيك. قبل ما ندخل هيك بكثير تفاصيل عميقه بخصوص هذا الموضوع اليوم، كثير من الاهل ممكن ما يفرقوا، ونحن عم نحكي عن الشخص من اول نشأته، يعني من هو وطفل يا بيربى على انه بيكون عنده ثقه بنفسه يا اما بيطلع مغرور وعلى الفاضي. فشو هو تعبير الثقه بالنفس اليوم كمعنى واضح بعيدا عن الوقاحه والفجور يلي عم نشوفه؟ تمام. هلا الثقة بالنفس بمفهومها العام ويعني تعريفها بشكل عام هي انه يكون الشخص هو قادر او عنده ايمان بقدراته، عنده ايمان بصفاته الشخصية، بيعرف نقاط الضعف اللي عنده، بيعرف نقاط القوة، نقاط الضعف دائما هو عم يحاول يحسنها ويزبطها، ونقاط القوة هو هي اللي عم يستثمرها ويقويها لحتى يكون ناجح بالحياة. فالثقة بالنفس بشكل عام هي انه الانسان يكون عنده ايمان بقدراته وصفاته وسلوكياته، وبيعرف الصح من الخطأ بشخصيته، ودائما عم يحاول التحسين والتطوير. طيب هذا التحسين والتطوير اذا بدنا نرجع للمنشأ، واليوم انتم متفقين جميع كل الناس انه اليوم انا مسؤوله عن هي الثقه بابني وبطفلي اليوم كرمال يكبر هذا الطفل ويمتص ثقه الاهل ويمشي عليها بالحياه. اليوم انا كيف قادره ازرع هي الثقه بالعمر المناسب والوقت المناسب وما خلي يتجاوز لحدود اخرى؟ تمام. هلا حقيقه الثقه بالنفس هي بتنشا مثل ما حضرتك تفضلتي من تربيه الاهل بدايه، تنشا هي الثقه بالنفس من تربيه الاهل للاطفال. الطفل لما بيولد وبيبلش تكبر عنده المدارك ويبلش يستوعب بيدرك الامور اللي حوله، بياخذ صورته الذاتيه عن نفسه من خلال الاهل، من خلال كلام الاهل معه، من خلال الرسائل اللي الاهل عم يحكوها مع الطفل. من هون بتنشأ بداية الصورة الذاتية للطفل عن حاله. هاي الصورة الذاتية إما تكون سلبية أو إيجابية، كل ما كانت الرسائل يلي الأهل عم يعطوها لأطفالهم هي رسائل إيجابية، رسائل واقعية، رسائل منطقية موضوعية، كل ما كانت الصورة الذاتية للطفل هي سليمة ومتوازنة. يعني أنا بدي أعطي لما ابني بيعمل أشياء جيدة فأنا بمدحه عليها، بثني عليها، بشجعه، بادري دائما أنه خليه دائما هو بحالة يعني جراءة وإقدام وأنه يجرب ويحاول. ولما بيعمل أشياء الخاطئة أنا أكيد بوجهه أنه هو هذا الشيء خاطئ، ولكن لا مانع من المحاولة مرة أخرى. فإذا التوازن والموضوعية بالحديث مع أطفالنا بالرسائل اللي بنعطيهم إياها هي اللي بتنشأ عنده الثقة بالنفس الصحيحة الموضوعية المتوازنة بعيدا عن الغرور والثقة المفرطة اللي ما لها أي أساس حقيقي.
حقيقي، وبنفس الوقت بيكون هو شخص متوازن، عارفان حاله شو عم بيساوي وعارفان حاله وما عنده خوف من الفشل او خوف من الاخطاء. انه مثل ما كلاتنا بنعرف ما حدا يعني ما حدا بيولد هو بيعرف كل شيء، وخاصه الاطفال، فالتجارب اللي بيقوم فيها الطفل او الولد، الاشياء اللي بيقدم عليها حتى لو كانت خاطئه، فنحن علينا التوجيه بعمر صغير، التوجيه وارسال رسائل سليمه، ارسال رسائل سليمه تكون متوازنه، لا هي سلبيه مفرطه ولا هي ايجابيه كمان بشكل انه ينسى الاخطاء اللي ممكن يقوم فيها الطفل. تماما، ركزتي على الاخطاء. اليوم خلينا ننتقل هيك للاشخاص الكبار الواعيين اللي بيعرفوا تماما انه هون انا عم اخطا وهون عم اعمل الصح. لما بيصير درجه الغرور عنده كثير كبيره ومؤذيه للاخرين، بينطر الاخر لحتى يغلط او لحتى يفشل منه لحتى هو يظهر حاله، لانه بالتالي هو ما عنده ثقه بنفسه. تمام. هو عنده غرور او تكبر. ممكن يعتبر هذا الشيء بمرحله ما في غرور ايجابي ممكن يكون، ما انه سلبي، بس بالنسبه للكبار اليوم كثير انماط وكثير امراض عم نشوفها بصراحه عم تدعي الثقه بالنفس. اليوم الاشخاص هدون كيف ممكن يقلبوا الايه خلينا نقول، او يمكن هنون ما يسمعوا لكثير من النصائح؟ خلينا نروح للاشخاص اللي ما عندهم ثقه بنفسهم. تمام. كيف ممكن يعززوا حقيقه؟ هلا حقيقه تفضلتي بفكره كثير مهمه. على فكره الغرور والافراط بالثقه بالنفس هي الوجه الاخر لعدم الثقه بالنفس. يعني في كتير أشخاص بنشوفهم هن بيغطوا عدم الثقة بنفسهم وعدم تمام والضعف بإظهار الغرور والتكبر، وأنه دائما هو على صح وما بيغلط، دائما بيحط اللوم على الآخرين أو على المجتمع أو على الأفراد. فدائما نحن بنشوف حدا متكبر أو عنده غرور، فهذا تعبير عن قلة ثقة بذاته الحقيقية، بيكون داخله هو في قلة ثقة يعني قلة ثقة بذاته. سؤالك أنه إحنا كيف من نمي الثقة بالنفس؟ هل إحنا كتير مهم أن نعرف شو نقاط الضعف عنا وشو نقاط القوة؟ أكيد ما في حدا فينا كامل، أكيد كلياتنا في عنا أشياء يعني نحن نعرف حالنا أنه ما أنا كتير يعني شاطرين فيها أو كذا، فهي منحاول تحسينها، منعمل منتدرب عليها، منعمل عليها، مندخل مجالات ممكن تنمي هاي الأشياء الضعف يلي فينا. والأشياء اللي فيها إحنا بنعرف حالنا في عنا قوة فيها، هي الأشياء اللي إحنا بنستثمرها ومنشتغل عليها أكثر ومساويها مصدر قوة إلنا. كثير مهم نحن نكون محاطين بأشخاص إيجابيين يدعمونا، يقولونا، يكونوا عندهم النصائح الموضوعية الإيجابية. كثير مهم ندخل دائما بتجارب جديدة، بأجواء جديدة لحتى نتعلم منها. الإنسان كل ما كان عم يدخل مجالات جديدة وعم يتعلم وعم يرتقي وعم يقرأ وعم يتعلم، هذا شيء أكيد بيعزز ثقته بنفسه وبتنمي وبتسخل شخصيته للأفضل. ففي كتير أمور حقيقة بتعزز الثقة بالنفس. نحط أهداف واقعية ونشتغل عليها حتى نقدر نعملها. إحنا كل ما بننجز هدف ولو كان صغير كتير، هذا الشيء بيعزز ثقتنا بنفسنا وبيخلينا فعلا نحن ماشيين بالطريق لقدام، ما نراجعين لورا ولا واقفين بمكاننا. دائما لازم يكون في عنا قاعدة إنه الإنسان يلي بمكانه هو ماله بمكان، هو عم يرجع لورا. نحن دائما بدنا نكون ماشيين لقدام، عم نتعلم، عم نتطور، عم ندخل مجالات جديدة، عم نسقل شخصيتنا، عم نتعرف على أشخاص جديدة، دائما يكون في عنا تقييم موضوعي لذاتنا، نحن شو الأشياء اللي عم نغلط فيها ونصححها، شو الأشياء الجيدة فينا نستثمرها ونقويها. طيب ما بتشعري ست نبال انه ببعض الاحيان بتكون الثقه الزايده، يعني مش اقول بالعمية اوف ثقته عمية بنفسه، يعني ممكن تكون ببعض الاماكن هي سلبيه بحياتنا، يعني تخلينا نروح للتهور، يعني نخطي خطوه ما لنا حاسبينها لانه انا واثقه انا قادره اعملها، ولكن يوم احيانا الظروف المحيطه بهذا الهدف ما ساعدتني، الثقه شو عملت اليوم؟ غشتني. تمام. فاليوم قدامهم اليوم نحن نامن بقدراتنا مع الثقه الموجوده عندنا، يعني ما نروح للتهور بامور حياتنا. تمام. هو الانسان الواثق بالنفس هو اللي بيعرف مثل ما حكينا قدراته تماما، بيكون موضوعي مع حاله، بتصالح مع ذاته، عارفان قدراته، واقف عنده. لما بيخطي اي خطوه
بيكون عامل دراسة قبل ما يخطي هاي الخطوة إنه يا هل ترى أنا قادر فعلا على هاي الأمور. إذا لقى حاله ما له كتير قادر على هاي الخطوة أو هذا المشروع اللي بدي يقوم فيه، فهو بيشوف شو النقاط اللي ناقصته وبيشتغل عليها وبيحسنها. ممكن إنه كمان يستشير اللي حوله هذا الشيء، بالعكس يعني جيد له حتى لو كان هو عنده ثقة بذاته وملكاته وقدراته، ولكن الاستشارة كتير بتفيده وممكن تضوي له على نقاط مهمة يعني للمشروع أو الخطوة اللي هو قايم فيه. صارت يعني بالتجارب واقعية إنه صار تهور كتير بسبب هاي القصة؟ طبعا هذا يعني بيرجع إنه ما في موضوعية بدراسة الذات. يعني هو حقيقة كتير مهم الوعي بالذات، الوعي بشخصيتنا بسلوكنا بالأشياء اللي إحنا قادرين عليها والأشياء يلي لا. كتير مهم إحنا نوصل لمرحلة إحنا عارفانين حالنا شو منقدر عليه وشو ما منقدر عليه، شو اللي منحبه وشو اللي ما منحبه، ما نحمل حالنا شيء فوق طاقتنا أو نفوت بأمور هي بعيدة عن شخصيتنا وعن قناعاتنا عن مبادئنا. إنه هذا الشيء أكيد بعد فترة من الزمن حيرجع علينا بالسلبية. يعني ممكن اليوم أكبر خطأ ممكن يرتكبه الشخص هو عدم ثقته بنفسه، لأنه بهي الحالة هو صعب يأخذ الثقة من أي حدا حوله، إن كان بمكان شغله إن كان بحياته الاجتماعية والعاطفية، صعب يأخذ هي الثقة. فلهيك الأشخاص اللي ما عندهم ثقة بنفسهم دائما بتلاقيهم بدوروا إنه أنا ما عم أنعطى الثقة، ما عم ينوثق فيني بأمور تانية. ليش؟ لأنه أنت ما أنك واثق بنفسك. اليوم النصيحة الأهم لكثير من الأشخاص، يمكن ما حدا ولد وهو عنده ثقة بنفسه أكيد عالية، ولكن نحن أمتى فينا نستخدم هي الثقة بمكانها الصح؟ كيف نحن نقدر نورجيها للآخرين إنه أنا شخص بينوثق فيني؟ كيف الإنسان الواثق من نفسه هو مثل ما قلتي، حقيقة نحن ما في أي أمر بالحياة بنقدر نقوم فيه إذا ما كان في عنا ثقة بحالنا. يعني الثقة هي أساسية للإنسان الناجح، إذا ما كان في عنده ولو قدر معين من الثقة بقدراته فأكيد ما حيقدر يقدم على أي عمل. كثير مهم نحن الأشخاص اللي حوالينا مثل ما حكينا بداية أنه من الصغر تنشأ تعزيز الثقة بالذات، وبتكبر مع الشخص كل ما حقق إنجازات، كل ما نجح بحياته، كل ما عمل أشياء جيدة، هذا الشيء بيعزز ثقته بنفسه. كتير مهم إحنا لما بنخطئ للكبار، لما بنخطئ ما كتير نلوم حالنا على الخطأ، نلوم بقدر معين قدر يفيدنا نقدر بعد منا نتجاوز هذا الخطأ ونقدر نصححه وما نعود نكرره، ولكن إنه ما نحط حالنا دائما إحنا بدائرة إنه اللوم، النقد الذاتي السلبي، نحكي مع حالنا أمور كتير سلبية. فكتير مهم نحن إنه نكون متوازنين مع حالنا. الخطأ وارد، كل الناس بتخطأ قد ما كنا على قدر من العلم والثقة، ولكن المهم هو إحنا كيف نصحح الخطأ، كيف نتجاوز هذا الخطأ، وناخد إنه الخطأ هو وسيلة للتعلم، وسيلة للتطور، وسيلة للوعي بحياتنا اللي جاي. أكيد بس بالوقت اللي أنا بقول عن نفسي إنه أنا حدا واثق بحالي، طيب أنا اليوم كيف قيمت نفسي؟ يعني شو هنن اليوم معايير الثقة بالنفس لحتى اليوم أقدر أنا أحكم على عفاف أو على حضرتك أو على أي حدا بالحياة إنه هذا الشخص واثق بنفسه، عنده ثقة بنفسه؟ اليوم بلغة الجسد والتنمية البشرية عندك خلينا نقول بالمظهر الخارجي للشخص، أنت قادرة تعرفي إذا هذا الشخص واثق من نفسه أو لا، إن كان بحركات الجسد، إن كان بالمشي، كان بنظرة عينك. دائما بيقولوا لك الإنسان الواثق من نفسه هو عم يحكي شيء صح واثق فيه عينه بعينك. أما الإنسان اللي عنده ضعف بحياته فهو ما عنده القدرة أصلاً يحط عينه بعينك، تلاقي عم يفتل هيك، صح. ممكن يمرق لك نظرة واحدة. هنروح للمظهر الخارجي الواثق بنفسه، اليوم كيف أنا قادرة أحكم على حالي أنه أنا اليوم عن جد عندي ثقة بنفسي؟ تمام. الثقة بالنفس مثل ما حضرتك تفضلتي هي بتظهر على تعابير الجسد، على النظرات، على طريقة الكلام، على حتى التون بالحديث اللي أنت عم تحكي فيه. كل ما كان الإنسان واثق من المعلومات اللي عم يقدمها أو من الأمور اللي عم يحكيها وهو فعلاً مجربها، فكل ما بتكون واسطة للشخص الثاني وفعلاً بتخليه عنده إقناع يعني للشخص الآخر بالشيء اللي عم بيقدمه. لغة الجسد كتير مهمة. طبعا احنا في عنا قاعدة بالبرمجة هي انه الجسد هو تعبير عن تمام. فكل ما كان فعلا شيء نابع من الذات، نابع من الإيمان، من الاعتقاد اليقيني، كل ما هذا الشيء وصل للآخر. العين لا تكذب أبدا
مثل ما حضرتك قلتي لما بيكون انت عم تحكي دايركت مع الشخص وطبعا بلطف مو تمام فهذا الشيء اكيد بريح الشخص اللي قدامك وبيعطيكي ثقه لنفسك. اللي عنده شويه ما عنده كثير هالامور بلغه الجسد معلش تتدرب عليه يعني مثلا طريقه المشي طريقه الكلام التون الهدوء بالكلام هذا الشيء احنا ممكن نتدرب عليه ونتعلمه بالاستمراريه حتى لو ما بالتدرب. كان في يوم ثقه بالنفس حتى لو ما التمارين يساعدوا اليوم طبعا 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 اكيد. هلا الثقه هي تكتسب يعني تكتسب مع الايام يعني مو اذا كان الطفل نشا مثلا ببيئه ما عطته التعزيز المناسب انه هات خلص يعني فقدنا الامل منه لا ابدا. الانسان ممكن كل ما بيكبر تتعزز هي الثقه بذاته اول هو بده يتدرب يكتسب معارف يعمل اهداف وانجزها هذا كله بيعزز ثقته بنفسه. التعبير الجسد ممكن كثير كمان هو يتدرب عليها يعني طريقه المشي الحنيه مثلا انه يتطلع بالشخص الاخر هي الامور كلها بلغه الجسد احنا ممكن نتعلمها ممكن نتدرب عليها ممكن نعلمها لاطفالنا لاولادنا لليافعين ممكن الاشخاص اللي حوالينا الإيجابيين كمان ينبهون على هي الأمور. هذا كله بيخلي الإنسان فعلا يعني يوصل لمرحلة إنه هو يكون واثق من نفسه من برا ومن جوا. اليوم قدي ممكن الشخص اللي واثق من نفسه قدي ممكن هو يكون مصدر ثقة للآخرين وإلهام للآخرين ويكون هو صادق مع نفسه ويكون في مؤشرات بتظهر للآخرين عنده أنه أنا شخص هو بر الأمانة بالنسبة لكثير من الحوالي اليوم بس هذا الشخص هو فاقد الثقة بالآخرين اللي هو محط ومحور ثقة كل شيء حواليه ولكن ما عنده ثقة بالآخرين كيف ممكن نحن نصنف هاي الحالة؟ ما عنده ثقة بالآخر يعني على فكرة الشخص الواثق من نفسه هو الشخص اللي دائما بيدعم الآخرين بيفرح بنجاحاتهم بيدعمهم بيحكي عن نجاحاتهم بيعزز ثقتهم بنفسهم هذا الإنسان اللي فعلا هو واثق من نفسه وناجح بالحياة فبتلاقي ما بيخاف من نجاح الآخرين بالعكس بيفرح لنجاحهم بيعزز بيدعم إذا شاف شيء نواقص بالأشخاص اللي حواليه ممكن يساعدهم يقدم لهم النصيحة. أما الشخص اللي ما عنده ثقة بالآخرين هلا ممكن يكون هذا له أسبابه ممكن يكون هو مرق بكثير تجارب خلت ما عنده ثقة بالآخرين ولكن الناجح والواثق هو اللي بيرجع بيتدارك هاي المشاعر السلبية اللي انتابته من خلال التجارب اللي مر فيها مع الأشخاص وبالعكس هو كان الشخص الملهم والمؤثر والإيجابي بحياة الآخرين. وهون دائما نحن بنقول انه المجتمع المحيط اللي حوالينا قادر يبني وقادر يهدم الثقه واليوم أكيد. في امثله مثل ما ذكرت عفاف شوفي اشخاص كثير بحياتك كانوا ناجحين جدا كانوا عندهم ثقه بنفسهم كثير قويه اليوم الانسان بيهدم الانسان يعني ممكن يهدم ثقته بنفسه كرمال انا حافظ على طفلي شو ما تعرض بحياته انه ضل عنده هي الثقه ويتذكر شيء اللي انا علمته لي بطفولته اليوم في انشطه بتساعد هذا الطفل بتخليه يستوعب اكثر معنى مفهوم الثقه شو كيف انا اليوم قادره اساعد طفلي بانشطه بفعاليات بكتب بهدول القصص تمام. هلا انا كثير مهم اني انا ادخل ابني بمجالات جماعيه التشارك الجماعي مع 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 رفقاته يدخل نوادي يدخل امور ممكن نحطه ببيئه سليمه بيئة جيدة تخدمه وتخدم وتعزز قدراته. كل أم بتعرف مثلاً قدرات ابنها أو الفروقات الشخصية اللي عنده بتفرقه عن غيره. فأنا إذا كان دخلته بمجالات تدعم الفروقات أو المواهب اللي عنده هذا شيء كتير بيعزز عنده الثقة. دائماً ما خليه منعزل ما خليه هيك لحاله دائماً أدخله بأنشطة مع الأفراد مع الناس مع الأقارب مع الأصدقاء هذا شيء كثير بعزز ثقته. اعطيه اهداف واقعيه وخليه ينجزها وعلمه كيف يوجهه كيف ينجزها هذا الشيء كمان بعزز ثقه الطفل بذاته. اليوم كنتي معنا الاختصاصيه الاسريه نبال قشلان بدنا نشكر وجودك معنا وشكرا لكل النصائح يلي قدمتيها وان شاء الله كثير من المشاهدين يكونوا استفادوا منها ان كان عندهم ثقه بنفسهم ولا لا. شكرا لك. الشكر لكم واهلا وسهلا فيكم. شكرا استاذ نبال لحضورك لليوم ودائما حلو نحن نعطي الطفل حريه من اخذ القرارات اكيد يمكن بنساعده اكثر اي اكيد.